السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين من ولاية المنيعة، بالضبط من المعرض المقام بمنطقة بالبشير في القاعة للفلاحين، وكما يظهر في الصورة سيد علان محمد الحسن أبو الفتوح. في تعريف نبدا تعريفية عن هذا المنتوج تاعك الأخ علان. في الحقيقة نتكلموا بالدارجة باش الناس قاعدة تفهم. بارك الله فيك. احنا درنا تجربة بحكم تجارتنا في افريقيا، نمشيو لافريقيا ندو التومور وكلش. ايه؟ الاطباء هنا في الجزائر ولي سونتر ميديكو هادو يطلبونا بعض المواد يستعملوها في الاعشاب. ايه؟ يستعملوها يوجدوها في الانترنت، ولكن في الواقع ما يوجدوها. احنا لقيناها في افريقيا. من بينها المورينغا، هذه مورينغا اوليفيرا، هذه مكمل غذائي غني بالبروتين وكذا، وراه الفيش تكنيك نتاعو باش ما نطولوش. ايه فهمتني. واش تنفع؟ مكمل غذائي غني بالمعادن، استعملوه اصحاب السكر. بروتوكول معين كان اللي حبسوا الانسولين باشراف طبيب. انا خبير اعشاب، ما نوصفش لك الوصفه. بارك الله فيك. انت تزيد تبحث ونعطيك ريسيت. بارك الله فيك. وعندنا زريعه نتاعها ثاني. ايه؟ دار في علاجات عده. صح. وهذه انتاج تاعنا تاع الدار محلي تاع المنيعة، وجا خير من هيه. درنا لي فيش تكنيك نتاعو، ولقينا خاطر المان تاعنا وبلادنا عندها فيها سر كبير وارضنا. ما شاء الله. ايوه. الجرافيولا هذه عجيبه. الجرافيولا هذه يعني اثبت العلم مؤخرا. ايه؟ باشراف الاطباء في الجامعات الامريكيه والاوروبيه والخارجيه انها علاج فعال يطاقي الخلايا السرطانية المبكرة. الله أكبر. هاي وين الجرافيولا؟ تمر في الجرافيولا. هذه التمر كبيرة. هذه شكلها. ورانا زرعناها إن شاء الله. أخي هنا كان إنتاج محلي. زرعناها ورانا نخرج. شوف كل هاد المنتوجات والحمد لله. ايه؟ الحمد والمنها. إيه. أننا جربناها ونشحوا أفضل منها. ما شاء الله. فهمتني. ونستطيع نوفرهم كميات اكبر، ولكن المجهود هذا وين الحق. بارك الله فيك. الحمد لله اللي الحق صوتنا. الحمد لله. الحمد لله. ايوه الحمد لله. زرعناها بعد شهر ان شاء الله، بعد شهرين راح توجد الشتائل تاع تاع الجرافيولا. جرافيولا كوروسول بالعربيه جرافيولا. والمزيد المعلومات رانا نعطيكم ليسي فيش تكنيك دام كاين. اكزامبل في الخارج دايرينها بواط دي كابسيل، الباطا دير ب $50. الله اكبر. فهمتني. $50 دير الباطا، حنا نوفروها ب $10. إيه؟ لان التعتيم الاعلامي والاحتكار العالمي تاع الشركات تاع الادويه. إيه؟ دايره الاحتكار. حنا نوفروها. والسر وين؟ السر اننا نوفروها بيو عضويه. واش معنى عضويه؟ كاين اللي يقول لك امور راه عندنا عضويه، ولكن تلقاها لونغري وتلقى حوايج اخرى وتلقى. صح. عضويه 100% كما يعني طبيعيه 100% ما فيهاش عضويه. بارك الله فيك. اي معناها يقول كل حاجه طبيعيه، عشبه طبيعيه. ايه؟ ولكن عضويه كيفاش نابته؟ هذه مثلا. ايوه. هذه مسقيه في جنوب افريقيا ولا في الكونغو. مسقيه بواش؟ مسقيه بالمطر، ما تعرف غبار ولا تعرف شيء ولا اي شيء. هذه نقولها عضويه 100%. صح. المورينغا هذه مسقيه بالماء عادي. هذه لا غبار ولا شيء. عندنا النوع الافريقي ثاني تاع المورينغا مسقي. ايه؟ على المطر. بارك الله. حتى الغبار ما يدارش. مش نكملوا مع الله. عندنا بالنسبه للتومور. ايه؟ التومور عندنا تاع الاخ احمد، راه درت معاه تسجيلات. ايه؟ اخ احمد علان اللي عند الجامع كاين. ايه؟ خويا الكبير. ايه؟ عندنا التمر ومشتقاته. ايه؟ عندنا دبس التمر اللي هو الرب نقولوا له احنا، وعندنا دقيق التمر هذا. ماذا بينا احنا هذه الامور هذه وبيوت ثاني، هذه ماذا بينا تستعمل في الغذاء هذه. ايه؟ تستعمل كغذاء كمكمل غذائي، لانها ثاني هي بيو. ايه؟ من اجود الانواع. تلقاها معلبه في قرع متحوفه على شكل قرع ليكس وكذا كلش، ولكن تلقاها من اردى انواع التمر يستعمل لك. الديشي. الديشي اللي قعد من التمر يستعملوه في ليزيزين ويديروا له. بس احنا نستعملوه من اجود انواع التمر بتاعنا. فهمتني؟ ما شاء الله. حيث المذاق نتاعو يكون كيش يكون. ما شاء الله. ونعطوه البز في الحلويه نتاعهم وفي الخبز خير ملي نعطوهم لي كونفيتير معمره سكر وضرهم. يعني هنا وشني؟ عندنا هذا ثوم الذكر. هذا انتجناه عندنا ثاني في العائله هنا على مستوى الجنان تاعنا. ايه؟ هذا هو ثوم كيما الاخر، ولكن فيه ميزه اخرى في العلاج. وش هي؟ هو كل الثوم ينفع. هو الثوم الذكر عنده علاج خاص تبحث عليه في الفيش تكنيك نتاعو. ينفع فيما يخص الصلع وهذه الامور. تجارب مؤخرا خرجت بان هذا الثوم يعالج كثير من الامراض اللي عنده جلدية. سقوط الشعر جلدية. خاصه بالشعر اللي ما عندوش علاقه بالوراثه. ايه؟ مونك في الجسم لقاو هذه الماده هذه اصليه تستخرج من ثوم الذكر.
ايه ذكر هذا يسمي ذكر الثوب كل حاجه حتى ورا جايب لك بلي كبير وجاي ايه هذا عندنا منتوش عندنا كومبليموس كذلك نتاعنا معروف هنا يعني. والتمر هذا هو عندنا التمر وعندنا وهذا هذا ايوه بارك الله فيك عندنا الصوجة نمشيو بالاولويه ايه الصوجة هذه كذلك الصوجة يعني هذه غنية بالبروتينات هذا واش نقول لك الصوجة هي عالم وحده سبحان الله وهذه منتج بيو كذلك بيو 100% هذه جاية من لافريك مسقية بالمطر وزرعناها هنا وصدق الخير متاع لافريك في أرضنا المنيعة ما شاء الله وبدون غبار بدون أي شيء في الأرض ديالها هذه الصوجة هذه تنفع بشحال من حاجة يستخرج منها حليب إيه؟ اللي عندهم الاليرجي للحليب تاع الاخر يديروا حليب الصويا هكا طريقه كيفاش يستخرج سهله في الدار تشمخ الصويا هذه ومن بعد تطرحها في الروبو يعني عندي تركيبه يعني معينه ايه طريقه سهله واش هي وهي السر واحد اخر ثاني هي الكومبليمون الاساسي في لاليمون دي بيطاي هي المكون الاساسي هي اللي تسمى هي الفينيسيون علاه استعملوا الفينيسيون تاع الدر استعملوا الفينيسيون العضويه البيو بحيث نطلقوا ناكلوا الدجاج وحنا مرتاحين ما عندوش نفرحنا خايفين راهم يديروا هذا المكون الاساسي لي زاليمون دي تايف دي ماراج والفينيسيون كرواسونس تاع تسميل الحيوانات والعجول هذه منتج بيو راهي فيش تكنيك نتاعها ايه صح المورينغا قلنا راهي فيش تكنيك ايه؟ بعد نعطوكم لي كارت فيزيت عندنا الفيسبوك مع حميدو هذا حميدو علان فيسبوك هذا المتحدث محمد الحسن الحسيني هذاك هو بصح نستعمل الواتساب فقط نتعامل الا بطريقه الواتساب باش نتعامل مع الجميع الفيسبوك ممكن نرد على وحدين وحدين ما نردش بارك الله محمد حسن الحسيني الواتساب فقط وعندنا الممثل تاع تاعنا تاع خونا تاع حميدو تاع حميدو على طريق الفيسبوك ايه حميدو علان انا في السونتر فيل شارع الشهيد الحاج ابراهيم علان